امبارح الحقيقه بعثتنا سافرت برئاسه طبعا الكابتن حسام غالي وبمرافقه الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لحضراتكم مجلس الاداره بالكامل بيساند فرقتنا، والحقيقه كان استقبال اكثر من رائع. يعني امين صندوق الوداد بيستقبل بعثه النادي الاهلي في مطار محمد الخامس، وكان الاستقبال بالورود. امين صندوق نادي الوداد المغربي وكمان المتحدث الرسمي باسم النادي لبعثه فريق كره القدم بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، في وصولها الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء طبعا استعدادا للمباراه المرتقبه ان شاء الله ما بين النادي الاهلي والنادي الوداد. طلال يعني حرس طلال علي تقديم باقه من الورود الى الكابتن محمود الخطيب وطبعا رئيس النادي الاهلي اللي كان او بيرافق بعثتنا في المغرب، مؤكد ان هذا الاستقبال ياتي ردا على المعامله المميزه التي تلقتها بعثه نادي الوداد خلال تواجدها بالقاهره لخوض مباراه الذهاب. كمان طلال اكد ان بعثه فريق الوداد لاقت كل الاهتمام والترحيب في مباراه الذهاب هنا في القاهره، وهو ما يعكس طبعا العلاقات القويه والوطيده اللي دايما تجمع بين الانديه الشقيقه في البلدين. وده فعلا بنتمنى على كلامه، وده اللي بيتمنى نشوفه ان شاء الله في كل مكان وخلال المباراه كمان، لان العلاقات الطيبه في النهايه هي التي تدوم بعد انتهاء التنافس الرياضي. زي ما بقول لحضراتكم كان في استقبال حافل بالنسبه لبعثتنا برئاسه طبعا الكابتن حسام غالي، طبعا بوجود الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم الاجواء كل ده خارج الملعب، كل اللي حضراتكم شايفينه ده يعني احنا فرقتنا بعيدا عنه تماما، احنا مركزين المراسم والتجهيزات الاداريه على المستوى مجلس الاداره وحضورها على مستوى حسن الاستقبال، واللي بنشكر عليه طبعا دولة المغرب الشقيقة، وده مش جديد عليهم الحقيقة، استقبال أكتر من رائع وتوفير كل الإمكانيات لفريق النادي الأهلي وبعثتنا يعني. وده ردا على طبعا ما قام به النادي الأهلي هنا من استقبال كمان أكتر من رائع لبعثة فريق نادي الوداد.